عجلت أوقات النوى رمضان، عجلت أوقات النوى رمضان، مهلا علينا كلنا والهام. يا 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 رمضان، عجلت أوقات النوى رمضان، مهلا علينا كلنا والهان. هذا الوداع، هذا الوداع، متى يكون الملتقى؟ فالقلب من فوق له ظمآن. هذا الوداع، متى يكون الملتقى؟ فالقلب من شوق له ظمآن. يا رمضان، بالله بالله لا تك راحلا بذنوبنا، واصفح كما قد يقتضي الإحسان. يا 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 صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد وبحلقة جديدة أكيد عم نطلع عليكم خلال شهر رمضان المبارك بحلقات مميزة من مطعم قصر اللؤلؤ. كل الشكر على استضافتنا عندهم، وأكيد بدنا نقول صباح الخير لكل مين معطل بالبيت وعم يحضرنا. تزرونا اليوم رح يكون معنا فقرات عديدة، فقرات متنوعة، فقرات بتهم كتير من الناس. وبدي صبح على زميلتي فرح. صباح يا فرح. صباح الخير ليا، كيفك اليوم؟ تمام، ان شاء الله دائما بتكوني رواق ليا. وبدي اقول صباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كانوا عم بيتابعونا، سواء داخل سوريا او حتى خارجها. اليوم صرنا بالايام الاخيره من شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يا رب هالشهر يكون حمل معه كل الخير والسلام والسكينه لنفوسكم. اكيد اليوم فقرات متنوعه، ضيوف متنوعين بتهم مجالات مختلفه، ايضا الثقافه، الجانب الاجتماعي، الاخبار المنوعه راح يكون لها جزء كبير من برنامجنا. فاصل وعم نبدأ بصباحنا الرجل. مثل العادة أكيد يا فرح رح نبلش صباحنا لليوم مع مجموعة من الأخبار حول العالم، أخبار منوعة. خلينا نروح ونتابعها سوا بهالتقرير. في مشاهد تبدو وكأنها جزء من فيلم خيالي علمي، وثق مقطع فيديو مجموعة من الرجال وهم يحلقون في سماء المملكة المتحدة بفضل بذلات تعمل بمحركات نفاثة. وتتميز الحلات بخمس محركات تيربو نفاثة، منهم اثنان صغيران على كل ذراع وواحد أكبر على الظهر. وفي خبرنا التالي، شهدت بعض المناطق شمال غربي رومانيا ظاهرة طبيعية نادرة، حيث تساقطت حبات برد بحجم كرات البيسبول بشكل كثيف، ما كبد السكان خسائر فاتحة.
حيث استمر تساقط البرد لمدة 5 دقائق، ما ألحق أضرار بالغة بمئات السيارات والأسطح وزجاج النوافذ. علماء معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة جينت البلجيكية أجسام مضادة تذوب في بلورات شاركولايدن، المادة التي تسبب التهاب القصبات الهوائية عند المصابين بالربو. العلماء اختبروا هذه الأجسام المضادة على فئران مخبرية، فظهر أن البلورات ذابت خلال دقائق. تحسنت بعدها حالة الفئران، ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة ستساعد على خلق طريقة جديدة لعلاج الربو، كما أكد أحد العلماء أن الطريقة لا تشفي تماماً من مرض الربو، ولكنها ترفع فعالية العلاج بشكل كبير. يعني ليا دايما ببرنامجنا الصباحي عم نحاول أن نركز على أبرز وأحدث الدراسات والأبحاث، وأيضا كل شيء بعالم الطب. اليوم مثل ما شفنا ليا في ابتكار جديد لعلاج مرض الربو، إن شاء الله يا رب يكون منتشر بجميع أنحاء العالم. هذا المرض يلي فعلا بيسبب إزعاج وضرر كبير لجميع الأشخاص. صحيح فرح. أما هلأ رح ننتقل ونتابع مع بعض مجموعة من الأحداث يلي شكرت عبر تعاقبها من الزمن حكاية 1 حزيران. خلينا نروح ونتابع مع بعض ضمن هالتقرير. اليوم 1 حزيران، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ، قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1938 الإصدار الأول للمجلة المصورة سوبرمان، عام 2009 شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز تعلن إفلاسها رسميا. نعم مشاهدينا، تحية لكم. نحن الآن نتواجد في معبر الدبوسية الحدودي، حيث وصل قبل قليل 4 حافلات على متنها عدد من السوريين المهجرين إلى لبنان بفعل الإرهاب، واليوم العائدين للوطن بعد سنوات من الغربة. طبعا هذه الدفعة 15، هذه الدفعة اليوم متوقع أن يكون هناك 16 حافلة من العائدين إلى الوطن. كما ذكرنا في هذا اليوم هذه العملية سوف تستمر حتى ساعات ما بعد الظهر. معي الآن بعض المواطنين الذين عادوا اليوم. يعطيك العافية. اليوم كم سنة لك غايبة عن سوريا؟ لي 8 سنين. أول لحظات دخولكم اليوم أنتم كأول حافلات دخلت لمعبر دبوسي، شو كان الحديث بيناتكم؟ شو حسيتوا؟ أكيد مبسوطين، رجعين على بلادنا، أكيد رجعين على وطننا. هذا شعور يعني ما فيني أوصفه. من أي منطقة أنت؟ من تكلخ قلعة الحصن، قريبة من هون. يلا إن شاء الله بجوز نكون من أول الواصلين من الدفعات اللي وصلت اليوم. شو أكتر شيء عرفتي عن تكلخ الحصن، عودة الحياة فيها؟ عرفتي كيف رجعت الحياة للمنطقة؟ الحمد لله صار إنه الوضع صار كما أحسن، الحمد لله رب العالمين، وصار فينا نعيش. شكرا، يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة. تعرف عليك من أي منطقة أنت؟ من قلعة الحصن. من قلعة الحصن أيضا. رجعون على لعند على بيتي ان شاء الله بعد 8 سنين. شو اكثر شيء دفعك ترجع؟ دفعي ارجع يعني رجوعي اخر شيء بيتي بلدي، والوضع الحمد لله تمام. هلا انتوا تواصلتوا مع اللي رجعوا وعرفتوا منهم المعلومات كيف الوضع، كيف تحسنت الحياه، كيف الجيش العربي السوري سيطر على المناطق وطرد الارهابيين؟ اكيد الحمد لله كل شيء سيطر على المناطق كلها، وصلت الوضع كله منيح تمام، وصلنا نقدر نرجع بقى.
بعد ما اخذ المناطق. الحمد لله على السلامه. بتعرفنا عليك يعطيك العافيه. الله حمدان. من اي منطقه انت؟ من منطقه الكلاخ. منطقه الكلاخ. شو اللي دفعك اليوم ترجع للبلد بعد سنوات الغربيه والتهجير؟ دفعني حب الوطن وحاجتنا غربه والله يخلينا سياده الرئيس والجيش العربي السوري، وان شاء الله كل شيء بالغربي يرجع. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا عم. تعرف عليك من اي منطقه؟ من حمص نادي ادريس. من اي منطقه بحمص؟ من الشبابيه. سكن الشبابي قصدك؟ من السكن الشبابي. كم سيلك من متهجر؟ صار لي اربع سنين. اربع سنين. اليوم مدينة حمص عرف كيف رجت الأمان إلى ورجت الحياة إلى فضل الجيش العربي السوري. شو أكثر شيء سمعته عن حمص وحاب إنك أول ما ترجع تدخل لحمص اليوم إن شاء الله تشوفه؟ والله حبنا، يعني نحن حبنا للوطن وحبنا لسوريا، واللي شجعنا إنه اللي راحوا قدامنا شجعونا أكثر إنه الوضع صار تمام، ويعني بحب أتمنى كل إنسان يرجع لبلده لأنه أحسن من بلده. يعني ما في، ونحن يعني سوريا غالي علينا. الحمد لله على السلامة. يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة. أنا عليك من أي منطقة؟ أنا من حمص، من صوب خربتة تين على البحر صاير. الحمد لله رب العالمين، الوضع استمر مشي الحال، هلا صار الوضع تمام ورجعت الجيش الشعبي السوري سيطر تقريبا على المناطق كلها والحمد لله، وراجعين على بلدنا. يعني ما لنا غير بلدنا، يعني مهما ضلنا مغربي ما لنا غير بلدنا، هو اللي بيحمينا، يعني هو بلدنا بالكل بالكل. كيف كانت حياه التهجير؟ والله صعبه 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 كثير، يعني شو مهجر شو يعني، والبلد وغير. احكي لي عن معاناتك بالتهجير. والله موت احمر، وين بدك تجيب لقمة الخبز لتاكل، والشغل ما زياده وما نغشيم انت، وخيام وما خيام، موت احمر. هلا بيقعد ببلده مكيف مبسوط وكل شيء بيجي لعنده لبيته، وشو بده احسن من هيك؟ كنت تتابع الاخبار وتشوف تقدم الجيش وعودة الحياة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لا الحمد لله، سوريا تقريبا الحمد لله رجعت كلها على حضن الوطن، والحمد لله رب العالمين. الله يخلينا الجيش السوري ويخلينا سياده الرئيس دكتور بشار حافظ الاسد، وان شاء الله بترجع كل المهاجرين يرجعوا سوريا ان شاء الله، ونشجعهم نحن على الرجعه. الحمد لله على السلامة. تعرف عليك من أي منطقة؟ الله يسلمك. دياب الشتاوي من قرية البوير بريف حمص الشرقي. الحمد لله رب العالمين، مبسوطين رجعتنا لوطننا الغالي العزيز على قلوبنا وقلوب جميع الأخوة المواطنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على كل حال، وما في أحلى من سوريا. يعني إذا بنمر من العالم كله أحلى من سوريا ما راح نلاقي، وسوريا غالية على قلوبنا كلياتنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. نعم مشاهدينا، هذا هو شعور اليوم، شعور المواطنين من أهلنا الذين عادوا اليوم. في هذه اللحظات أيضا يدخل عدد من الحافلات كما نلاحظ اليوم، بسوف من المتوقع هناك 16 حافلة على متنها العشرات من أهلنا السوريين العائدين. طبعا خلال الفترة الماضية ومنذ بدء عودة المهجرين وقبل هذه الفترة، عملت الجهات المهنية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة واللوجستية من تأمين مستلزمات الحياة في المناطق التي حررها أبطال الجيش العربي السوري بعد خوضهم معارك عنيفة مع الإرهابيين وتطهير هذه المناطق من الإرهاب. ومن ثم عملت الجهات المعنية كما ذكرنا على إعادة الحياة في هذه المناطق من تأمين الكهرباء والماء وترميم المدارس. جهود كبيرة بذلت في هذا الموضوع، هذا ما دفع المهجرين إلى العودة إلى مناطقهم. أيضا الإجراءات التي تمت حول معاملة ما يتعلق بمعاملات الذين حولهم إشكاليات من احتياط أو فرار من الخدمة، المرسوم الرئاسي الذي صدر كان له دور كبير في عودة كثير من الشباب الذين هجروا من مناطقهم. مجموعة العوامل هذه كلها ساعد على ازدياد أعداد المهجرين الذين عادوا. كما نلاحظ الآن هذه الحافلات التي تدخل في هذه اللحظات وتقول عشرات العائلات من أهلنا المهجرين في لبنان والذين عانوا الكثير من ويلات التهجير بذاتا على يد المجموعات الإرهابية، ومن ثم معاناتهم فترة حياة الهجرة في المناطق التي كانوا يتواجدون بها من سوء المعاملة، من عدم وجود تعليم لأطفالهم بينما كانوا هنا في سوريا. كل شيء متوفر وكل شيء موجود. الذين خلال تواصلنا مع أعداد كبيرة من الذين عادوا في مناطقهم، وخاصة كما نحن في مدينة حمص، عادوا إلى منطقة ريف حمص الشمالي. هناك الكثير منهم من وجه شكر كبير بذاتا لأبطال الجيش العربي السوري الذين حرروا ريف حمص الشمالي، ومن ثم للجهات المعنية والمؤسسات الخدمية التي سهلت عودتهم وأيضا أمنت الكهرباء والماء
في هذه في الكهرباء والماء في هذه في هذه المناطق. طبعا خبر اخباريه كانت جالت في ريف حمص الشمالي، وهذه الايام تصادف ذكرى تحرير ريف حمص الشمالي تماما. قبل عام قبل نحو عام من هذه الايام اعلن جميع ريف حمص الشمالي في منطقه الحوله ومنطقه الرستان وريف حمص الشمالي الشرقي في منطقه عز الدين محرره من الارهاب، ورفع علم الجمهوريه العربيه السوري. وفي ذات اللحظه بدات الجهات المعنيه بتامين جميع الخدمات الاساسيه لهذه المناطق لتسهيل عوده المهجرين الاطفال الذين انقطعوا عن مدارسهم. تم قرار من وزاره التربيه بتعويضهم عن ما نقصهم في مدارسهم. ايضا الموظفين عدد كبير منهم قد عادوا. هذا كل شيء حتى هذه اللحظه من معبر الدبوسيه الحدودي. بعد قليل سنكون معكم في بث مباشر لناخذ اراء اهالينا العائدين واحساسهم بفرحهم الكبير بعد عودتهم الى وطنهم من معبر الدبوسيه الحدودي. كان معكم اسامه ديوب. وعدم تعليمه بهذا سواء من بيت جده ولا من ابوه ولا من امه، ان نبقى هالطفل ضمن بوتقه معينه اللي هي المحبه قائمه للطرفين فقط، ونحن بنعتني فيه. يعني الاب بده يعتني بطفله ويشوفه باحسن حال، والام لازم تعتني بطفله وتشوفه باحسن حال. اكيد يعني نحن دائما بنتمنى ما يكون الطفل هو السلاح اللي عم يتحاربوا فيه الزوجين في حال وصلوا مثل ما بنقول بالعاميه انه وصلوا لطريق مسدود، ما عاد في استمرار للحياه الزوجيه، نبعد شوي الاطفال عن هي الخلافات، نتجنب حتى بعضهم يمكن بيميلوا لحتى يدللوا الطفل زياده، لحتى يمكن يشدوا لطرفهم اكثر من الطرف الاخر، ممنوع بقى بمشاكل زياده، لما تشتري تغريب شغلات والاب يرجع بيغريب شغلات، والطفل صار واقع بين النارين، ويلو ابوه ويلو امه. استاذ واثق، اذا بدنا نفوت شوي كمان بتفاصيل القانون السوري، الام الحاضنه في حال كانت الحضانه من حقها واستحقت هذا الشيء، تقدر تسافر؟ وشو هي القوانين اللي بتخولها انها تسافر برفقه ابنها؟ طبعا هلا اجى تعديل القانون 53، نعم، لعام 59 بالقانون رقم 4 حاليا العام 2019، ونص على هذا الواقع انه للام انه تسافر خارج القطر بمحدون اذا التقى القاضي الشرعي اسباب لذلك، وبالتالي اذا ما في اسباب لذلك لا يجب ان تحصل على موافقه الولي. وحتى لو كان داخل القطر بدها تسافر منه لمحافظه لمحافظه كمان بدها اذن الولي بذلك، وبالتالي عالج الوضع، الامر يعود للقاضي الشرعي، اذا وجب ضروره ملحه على السفر بالطفل خارج القطر بيعطي الاذن، لو ما الولي ما بده بيعود الامر للقاضي الشرعي، لكن كمان راي الولي بالاساس هو الاساس. استاذ واثق، من بعد اتخاذ قرار بث الحضانه لاحد الطرفين من الزوجين، شو هي الواجبات يلي بتقع على كلا الطرفين؟ يعني كم مره لازم تشوف الام او الاب الولد؟ شو هي المستحقات الماليه يلي المفروضه على الاب بهيدا الوضع؟ طبعا النفقه واجبه على الاب خلال وجود اولاد سواء من لدى المحضون او لديه، وبالتالي يجب عليه ان يامن لهم العيشه الكريمه، وسواء من لجهه الدراسه او من لجهه الملبس الماكل الرفاهيه الكامله. فالاب ملزم بالنفقه ضمن الحدود اللي هو طبعا، لا نحن ما بنجور عليه نقول له لا بدك انت تروح يوميا تاخذهم على السينما، ولا تامن لهم يوميا سياره تاخذهم وتجيبهم كذا، من هالحكي ما فينا نجور عليه بهيك للاب، لكن ضمن امكانياته اللي هي المفروض يعيشهم عيشه كريمه، لا سواء كانوا عنده او لدى المحضون او لدى زوجته يعني المطلقته عفوا، يعني بالتالي يعيش الولد عيشه كريمه. وبان واحد يسعى الاب الى وسائل مهمه اللي هي شو اللي بتريح الطفل وبتنشئ منه انسان قادر يخدم المجتمع، فالاب ومن واجبه هيك. لكن اذا كان الاب عنده معاناه بهذا بيعود للقاضي الشرعي انه مثلا بشوف مين اولى بالحضانه عنه من كذا، بيولي الحضانه لشخص اخر اذا كان. استاذ واثق، اليوم عم اذا بدنا نحدد عمر الحضانه حسب القانون كيف بيرتقي، مين هو الاحق بالحضانه، الام او الاب؟ شو هو العمر المحدد؟ وامتى
ممكن الطفل هو يختار بأي عمر يختار أنه يعيش مع الأب نرجع ضمن القانون الجديد اللي صدر القانون رقم 4 تاريخ 7/2 المعدل للقانون السابق العمر حددوا هلا حاليا سواء للذكر او للانثى ب 15 عاما ولا خيار للولد باختيار الاب او الام ما عنده خيار ما عاد في خيار الفقره الثانيه انه لا خيار للام لكن ضمن الاب اذا بده ياخذ الطفل شغلة منيحة ظهر فيها القانون الجديد المعدل أنه كان سابقا ناخدهم بدعوة يعني إذا صار ضمن حضانة الأب إذا قدم بدعوة إلى القاضي الشرعي أو إلى القاضي الروحي وبالتالي يطلب الأولاد ضمنا يعني منهم بدعوة قائمة فيها إجراءات فيها طرق طعن في الأحكام الشرعية وتأخذ معنا وقت تاخذ معنا سنتين تاخذ معنا 3 سنين ليحسن ياخذ الطفل وبالتالي انعدمت الغايه المرجوه من لقاء انه يجي الطفل لعند ابوه وهي الغايه المرجوه انه يتعلم الرجوله يتعلم يقتبس من ابوه شغلات كثير حلوه مثلا انه يعيش فيها يكمل حياته كرجل يعني او الانثى كمان تاخذ شوي من ابوها من صفاته من كذا هي انعدمت فاجى القاضي الشرعي انتبه لهذه النقطه والمشرع حصران عفوا انتبه لهذه النقطة وقال أنه للأب أنه يتقدم بطلب عريضة استدعاء إلى القاضي الشرعي ويأخذ الأطفال على العريضة مثله مثل الأم وينفذ ذلك عن طريق دائرة التنفيذ المختصة ومن له أي تعقيب على ذلك أو هذا أن يرفع دعوة يعني إذا الأم لقيت أنه الأب ما يستحق الأولاد عنده شيء مخل بأسباب أنه يكون هو الحاضن أنه عليها أنه تلجأ للقضاء وترفع دعوة وهذه الدعوة لها إجراءات وطرق طعن بالأحكام الشرعية أستاذ واثق يمكن موضوعنا كتير مهم وكتير عميق ولازم نتعمق فيه أكثر بس لضيق الوقت يمكن سؤالنا الختامي لليوم خلينا نحكي إذا أحد الطرفين خل ببنود الاتفاق وبالتفاصيل يلي بثتها المحكمة شو بيصير هون؟ هلا أي واحد أخل ببنود الاتفاق القائمة بيناتهم على الطرف الثاني إنه يلجأ للمحكمة يحطها بصورة الموضوع وبناء عليه يقرر القاضي الشرعي من هو أصلح للمحضون ويقرر بناء على العريضة من هو أصلح للمحضون ويعطيه الحضانة بناء عليه. يعني أستاذ واثق بدنا نقول لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها نتمنى دائما وبنرفع صوتنا انه يكون في فعلا انصاف حقيقي وخاصه بدنا نتحيز شوي للمراه دائما نكون القوانين بالحق خلينا نقول هو القانون اللي صدر حاليا انصف المراه كثير تمام نعم احنا بنتمنى يبعد الانفصال عن اي اثنين واذا كان في اي مشكله ان شاء الله بيتم الانفصال بكل ود ومحبه ما ياثر على الاولاد شكرا كثير لك ميرسي لك اما هلا مشاهدينا فخلينا نروح لاجواء شهر الخير شهر رمضان الكريم باجواء الشام يلي رصدتها كاميرا الاخباريه السوريه برفقه زميلتنا ريم سليمان رمضان كثير مبسوطين فيه وعم نطلع مشاوير وكان عندنا امتحانات بس هلا خلصنا والله رمضان بالشام من السنه واللي قبله واللي قبله كويس ممتاز يعني ما الحمد لله والامور صارت منيحه وكويسه ونوجد الامن والامان والامور منيحه من احسن ما يكون جو رمضان على طول محافظ على حاله يعني ازمه من دون ازمه جو رمضان له جو الخاص يعني بس الشغلات اللي بتتغير هي بالسنين الماضية ما كان فيها العجقة وتحس هيك الحركة بس هلأ يعني صار في أكثر حركة بكل شيء يعني بالبشر بالسيارات بكل شيء يعني البلد كتير تغيرت من فترة لفترة تحسي إنه في ألفة وفي بركة والعالم تجمع يعني على السفرة وهيك فرمضان ضل كريم وإن شاء الله نكون خير هالسنة وفرح وعيان كريم ان شاء الله والله رمضان كان بجنن والشام كانت حلوه انا هون بشتغل فكان كثير حلو دوام من 8 ل 4 فكان كثير حلو بس هالكم يوم شوب يعني
والله نصوم مع الأهل وبنطلع ونرجع الأجواء هذه بالليل. الحمد لله بخير، وإن شاء الله يكون رمضان عليكم بخير وعلينا. أما هلا مشاهدينا فأكيد رح ننتقل إلى طرطوس ونبقى بأجواء شهر رمضان المبارك، ولكن إلى أسواق المدينة القديمة بطرطوس اللي ابتعد فيها الباعة عن بعض أنواع الحلويات التقليدية واتجهوا إلى حلويات مخصصة لهذا الشهر الكريم. خلونا نتابع مع بعض بالتقرير التالي. تزين المواد السورية خلال شهر رمضان الكريم بالحلويات الرمضانية المتنوعة بأشكالها ومذاقها لترضي جميع الأذواق، والتي تتميز بسهولة هضمها وقلة نسبة مادة السكر فيها، عكس الحلويات التقليدية كالقطايف المحشوة والكنافة والتمرية وغيرها من الأصناف. أجواء رمضان بطرطوس ممتاز الحمد لله رب العالمين، ونفس المحافظات كلها، بس هاي أكل تقريبا شبه حمصية، بسموها تمرية، هاي بحشوها جبنة أو قشطة أو تمر، وبتنقلب الزيت وبتتقطر بتاكل عاد على الفطار، بعد الفطار بالتحلاية آخر الليل. ليش عمرها هي؟ والله قديمة من فوق 100، فوق 100 سنة يعني، قديمة كتير. بتعمل بس برمضان؟ بس حصريا برمضان وبالشتوية. قال هاي تمرية، أنا هاي أول مرة بشوفها بسمع فيها. بدي اخذ بسطه. هاي بنقول عليها قطايف، بنقول عليها حلويات من انواع يعني خاصه برمضان. هذول عوامي ومشبك يعني، بما انه هلا ايوه وقطايف، وفي سيالي بيعملوا. انه كيف بدي اقول لك، هذا من التراث الرمضاني لطرطوس القديمه، نشتريها على رمضان وسوق رمضان، وطرطوس ما في احلى من اجواء رمضان، واجواء رمضان السوريه كلها حلوه الحمد لله رب العالمين. قطايف على مين يعرف ياكلها ومين يعملها، شيء حلو وشيء طيب كثير. أكلة شعبية ومعروفة بالبلد كلها، يعني العالم كلها بتحبها، خاصة برمضان الناس بتقارب من بعضها وبتحب الحلويات بشكل عام. سبحان الله بتجي مرة بالسنة هيك يعني، وشهر رمضان والأولاد بتعرف بحبوا هالأمور هذه كثير. وبتعرف يعني، والحلوة فيها إنه بننزل هيك بعد العصر نأخذ هاي الصغار معنا ونجيب على الأغراض اللي بدنا هي. تعد الحلويات الرمضانية طقوساً رمضانية محببة لا تزال حاضرة، وصناعات تتوارثها الأجيال، حيث تتصدر الحلويات أطباق موائد السوريين بعد كل إفطار وخلال السهرات. يعني ليه هلا وصلنا لفقرتنا الطبية، رح نحكي فيها أكثر عن طريقة تناول الطعام. يعني ليه المعدة والأمعاء كمان لهم حق كتير كبير علينا، نظام معين عشنا خلال شهر رمضان المبارك، وطريقة تناول الأطعمة المختلفة سواء بفترة الإفطار أو حتى السحور، لحتى نرجع بشكل مفاجئ لجميع العادات وعدد الوجبات يلي كنا فعلا نتبعها قبل هذا الشهر الكريم.
صحيح فرح، وبما انه هلا جايين على العيد ومن بعد 30 يوم من الصيام كمان نجي على العيد مع الاكلات الطيبه، الاكلات الدسمه وعجقه الحلويات وعجقه الدسم. رح نحكي كيف فينا نكون بصحه افضل، كيف فينا نحافظ على جهازنا الهضمي بشكل اكثر خاصه من بعد الصيام وخلال فتره العيد، مع الدكتور احمد حبيب اختصاصي هضميه. اهلا وسهلا فيك دكتور، رمضان كريم وعيد مبارك عليك يا رب. عامتوا بخير جميعا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك عن جديد. يعني مثل ما حكينا بالمقدمه، نظام غذائي معين عشنا خلال 30 يوم لحتى نجي بشكل مفاجئ ونغيره بشكل كلي، قد ايه هذا الشيء بيضر المعده الامعاء اذا ما بنقول انه الجهاز الهضمي بشكل كامل؟ بالتاكيد اي شيء بيتعود عليه جهاز الهضم لفتره معينه اذا بدلناه بشكل مفاجئ رح يعاني جهاز الهضم من شيء اسمه عسر الهضم والآلام الناتجة عن هالعسر الهضمية اللي راح تصير. فبالبداية نحن خلال فترة الصيام تعودنا أنه نضل فترات طويلة بدون طعام بدون شراب، تعودنا على وجبة أساسية اللي هي وجبة الفطور ووجبة متممة اللي هي وجبة السحور. هلأ حاليا نحن بدنا نرجع للحياة الطبيعية تدريجيا، ما فينا من البداية نغلط الغلطة الكبيرة ونبلش أنه نفطر فطور دسم أو فطور تقيل مثل كأنه فطور يوم الجمعة التقليدي أو فطور يوم العطلة. بدنا نبلش أول شيء يعني وجبة خفيفة جدا جدا. بعض الدكاترة القديمين بينصحوا دائما أنه بلشوا الفطور بالتمر، بعدين مثلا بيروحوا على الصلاة بيرجع المصلي أو الشخص بيرجع ممكن يكفي فطوره ويفطر أو يتابع نظامه الغذائي المعتاد. لازم نبلش بشكل تدريجي بشكل انه ما نبلش بالوجبات الدسمة الصباحية الثقيلة والبقوليات، لازم نبلش بأطعمة خفيفة مثل النشويات السريعة الامتصاص، نبتعد عن التوابل، نبتعد عن الامور المهيجة للمعدة من بداية الصباح، نعتمد على الوجبات الخفيفة، نبلش اول شيء وجبة خفيفة جدا، بعدين ما نكتر سوائل اثناء الصباح، يعني دغري مباشرة نحن نكتر سوائل نشرب سوائل، ما نلجأ دغري للاستلقاء تالي للوجبة، ما نلجأ لتنويع الأكل الزائد، يعني أنه ما نأكل أكثر من نوع من نوعين ثلاثة مثلا على الوجبة الواحدة مشان ما يصير عندنا التلبكات المعوية الناتجة عن هيك أغذية. نعم دكتور، يمكن كثير مننا بيكون عامل نظام غذائي مشان الرجيم، وبما انه هلا فايتين على صيف وخلال شهر رمضان المبارك يمكن بيبتعدوا عن النظام الغذائي. اليوم خلينا هيك نحكي كيف فينا نحن نرجع نأقلم جسمنا شوي شوي للرياضة، للمي الكتيرة، للغذاء الصحي الصحيح والالتزام بوجبات يمكن بتلائم جسمنا، بس بشكل شوي شوي ما نأذي جهازنا الهضمي. هلا القضية بموضوع النظام الغذائي والريجيمات انه كل جسم له حاجة معينة من السعرات الحرارية. جسم كتلته 70 غير جسم كتلته 100. فالجسم كتلته 70 مثلا ممكن يكون بحاجة ل 1500 حرارة باليوم، جسم كتلته 100 بده 2500 حرارة مثلا باليوم. فالنظام الغذائي تبع الجسم اللي وزنه 70 غير النظام الغذائي تبع الجسم اللي وزنه 100. هاي اول شيء بدنا نفهمه لهالحكي. الشغله الثانيه انه نحن باي نظام غذائي لازم نعتمد على وجبات خفيفه متعدده، بدل ما يكون عندنا ثلاث وجبات كبار ممكن يكون عندنا خمسه لست وجبات صغار خفيفه متنوعه تشمل جميع انواع المغذيات من السكريات الى النشويات، حتى الدسم مسموحه ولكن بكميات معقوله وكميات مقبوله وليس بالكميات المفرطه. فالنظام الغذائي المتوازن ونظام الحميه المتوازن هو الاساس للرجيم الصحي والرجيم المثالي لجهاز الهضمي. نعم. هلا عم نحكي نحن عن عدد الوجبات، وكثير نحن بنسمع مثل ما تفضلت وحكيت دكتور انه نحن نكتر عدد الوجبات لكن خلينا نخفف الكميه شوي، ما ناكل لحد التخمه. اليوم كيف بنقدر مو بس هيك نحصل على كميه من السوائل الكافيه للجسم، نحصل على الاغذيه المتنوعه والفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم بدون ما يكون عنا نقص فيهم أو حتى زيادة؟ المبدأ الأساسي أنه نحن خلال السوائل نحن لازم نعرف أنه نحن فصل الصيف نحن بتزداد التعرق، بتزداد حاجة الجسم من المياه، بيزداد الأطراح، يعني الأطراح عن طريق إما التنفس أو التعرق، فنحن لازم نحقق وارد كافي من السوائل من 8 إلى 10 كاسات مي يوميا.
بالإضافة في عنا هلا فواكه الصيف. فواكه الصيف هي فواكه جدا غنية بالمياه، بالفيتامينز، بالمعادن، بكل أنواع المغذيات المطلوبة لهالأمور هاي. ولكن حتى الفواكه يجب أن تؤكل يعني بطريقة صحيحة، بطريقة أنه كمان مو كميات كبيرة، لأنه حتى لأنه هي مثلا فيها سكاكر كتير، ممكن تعملنا عصرة هضم زيادة. إحنا هاي التناول المفرط في السكاكر حتى لو كان سكاكر طبيعية ممكن يعملنا آلام هضمية، ممكن يعملنا إسهالات حلولية، ممكن يعملنا أي شيء، ممكن إنه المعدة تضل مزعوجة من دكتور. يمكن دائما بيقولوا إنه خلال فترة شهر رمضان المبارك عند الإفطار لازم نكتر من السناكات أو من أكل الفواكه أو من أكل سناكات صغيرة بين الفطور والسحور أو بالأيام العادية بين أي وجبات بيكون في سناكات. هون خلينا نحكي عن السناكات قديش بتساعد. فترة العيد المطلوبة ولا فترة رمضان؟ هي بشكل يومي. سؤالي بيقولوا السناكات كتير بتساعد المعدة على الهضم، هل هالشي صحيح أو خاطئ؟ أهم شيء الفكرة اللي حكيناها أنه يكون عندنا وجبات خفيفة متنوعة ولا يكون عندنا وجبة كبيرة تؤدي للتخمة. فالسناكات تقلل إحساس المعدة من الجوع وتحقق حاجة الجسم الأساسية للقيام بالنشاط اليومي. فالسناك كتير مهم وكتير أساسي. هلا ممكن خلال فترة عيد السناك تكون عبارة عن قطعة بتيفور، قطعة معمول، عرفت علي شلون؟ بالأيام العادية ممكن السناك تكون قطعة فواكه أو قطعة حلو صغيرة، مو أكتر من هيك. كمان مو بس بدنا نحكي عن الجانب الغذائي، بيقول كمان قد ايه الرياضه مهمه بعمليه الهضم. كثير من الاشخاص يمكن عندهم هوس بمساله الرياضه واشخاص ثانيين بيهملوها. كيف فينا نحن ناخذ قدر معين من نشاط الجسم اذا ما بدنا نروح على نادي رياضه بالبيت، يعني نحرك جسمنا دائما؟ النصائح اليوميه بالنسبه للرياضه مع الاكل انه نحن ما ناكل ودغري نروح نعمل الرياضه، لانه بيكون الدم بالاصل متجه نحو المعده لحتى يهضم، فنحن بنروح بنوجهه للدم نحو الاطراف نحو الحركه، هذا بسبب لنا الام هضميه وعسره هضم. دائما الرياضه تكون رياضه خفيفه بعد الاكل ساعه الى ساعتين، بعد الاكل من ساعه الى ساعتين حسب الشخص وطبيعه هضمه وطبيعه سرعه العبور المواد المهضومه ضمن جهازه. بعد الرياضه انت بناكل؟ بعد الرياضه يفضل انه ناكل بعد شي ساعه ساعتين ايضا، لانه لازم نحن الجسم يكون عم يصرف هالطاقة اللي والجريان الدموي اللي صار على اطراح الفضلات الناتجة عن الرياضة، مو يروح الجسم مثلا يوجه الدم نحو المعدة والله لا يرجع ياكل، فبده يزداد بقى شو الاستقلاب بقى عنا، فبنرجع بنكون بدل ما استفدنا من الرياضة بنكون احنا سرعنا عملية الهضم بسبب الزيادة والاكتناز الدسم واكتناز الشحوم. نعم دكتور، خلينا نحكي عن فقرة الحلو، يعني بتشتهر دمشق خاصة بالحلويات العربية المليانة بالقشطة والمليانة بالسمن العربي ومليانة بكل شيء فيه دسم حلو، سكريات عفوا، يلي كمان بتضايق الجهاز الهضمي. هون خلينا نحكي شو هي مضارة لهي الحلويات يلي هي رح تنوجد هلأ فترة العيد بشكل كتير كبير، وكيف فينا نستعيد عنا بنوع تاني ويحقق لنا شبع حاجتنا للحلو أيضا؟ معظم الناس هنن عندهم قابلية لأنهم بيحبوا الحلويات وبيحبوا هالأمور هاي كلياتها. هلأ في ناس معينة ما فينا نحن تاكل حلو على كيفها، مثل مرضى الضغط، مرضى السكري، المرضى اللي عندهم بدانه مفرطه، فهذا بنوجه نحو مثلا ياكلوا الفواكه، مثلا فاكهه الموز فاكهه متوفره وموجوده نحن بالاسواق، ممكن تستعيد فيها عن كثير انواع من الحلو. بتحقق شبع، بتحقق مواد مغذيه، بتحقق بوتاسيوم، بتحقق يعني مستوى السكر، بتعطينا مغذيات ان كان دسم ان كان بروتينات. مو بس الموز، كمان الفواكه الصيفيه بكافه انواعها، في عندنا الخوخ، المشمش، الدراء، كل هدول ممكن يحققوا هالشيء. بالاضافه نحن بالاجواء التقليديه للعيد نحن عندنا هي الحلويات الجافه، الحلويات الناشفه اللي هي البيتي فور، المعمول، البرازي، هدول يعني عسره الهضم اتجاههم اقل بكثير من الحلويات الدسم الثانيه المعمول بالفستق والسمن العربي. فحتى هدول يفضل انه نحن ناخذهم مثلا قطع قطعتين لحد ثلاث قطع بالنهار مع فنجان قهوه مثلا، ممكن يحقق لنا انه نحن اخذنا الحلو بنفس الوقت لا ضرينا جهازنا الهضمي ولا ضرينا جسمنا ولا صار عندنا هالعسره الهضميه. دائما نحن بننصح فتره العيد انه لا تكتروا حلو زياده، لا تكتروا قطعين مكشوفه زياده، الحلو الزياده بده يعمل لنا اسهال حلولي زياده، ازعاجات للمعده زياده، فنحن نمشي ضمن المعقول بنحصل على نتائج نحن المرجوه.
يعني دكتور خلينا نحكي اليوم لجميع الأشخاص نصائح أخيرة لاستقبال العيد والعودة للنظام غذائي فعلا يكون صحي ويجنبنا كثير من الأخطاء وكثير من المشاكل. أهم شيء خلال فترة العيد خصوصا للمدخنين، كثير من المدخنين بيفيق الصبح دغري بيشرب سيجارة على الريق مثلا. دائما نفطر فطور خفيف بعدين ممكن نتجه نحو ممارسة عاداتنا اليومية، لا نحاول لا نزيد عدد كمية الأكل. إذا عزمنا ناكل بالمقدار يعني الشيء حقق لنا دوب الشبع يعني. نبتعد عن الدسم الزائد، نبتعد عن الحلويات المكشوفة أو الأكلات المكشوفة اللي ما لنا واثقين من نظافتها 100%، وهي كتير بنلاحظها خصوصا بالمشافي الإسعافات اللي بتجينا اغلبه عنا بيجي بحالات التهاب معها، هي بتكون نتيجه انه تلوث الاطعمه من مواد غير معروفه مجهوله المصدر او محلات غير معروفه مثلا. ودائما نحن يعني الصحه تعتمد انه غذاء متوازن، ما نحرم حالنا من شيء الا اذا كان هذا الشيء فعلا بضرنا، وكميات خفيفه من الطعام متعدده. نعم. بس هيك مو اكثر. دكتور نعم. احمد حبيب شكرا كثير لك، شرفتنا واهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بخير. شكرا لك. انت بخير. ما هلا فرح خلينا نروح الى مدينه حلب الشهباء ونتابع مع بعض تفاصيل اجواء شهر رمضان المبارك والفعاليات يلي عم تصير بمدينه حلب مع زميلنا بحلب وليد هناي. ضمن فعاليات مهرجان ليالي حلب أقيمت أمسية رمضانية حملت طقوسا خاصة يتميز بها الحلبيون عبر ليلة رمضانية احتضنها خان الوزير الذي يعد مركزا تجاريا واقتصاديا مهما في المدينة. من قلب حلب القديمة، من خان الوزير، هالليلة التراثية الحلوة بعد ما تحررت حلب من رجس الإرهاب، عم نرجع نعيش تجديد الحياة بحلب القديمة من خلال فعاليات شهر رمضان المبارك. الهدف من الفعالية هو إعادة إحياء التراث، إحياء خان الوزير وخانات حلب بشكل عام. يعني حلب تتمتع بتراث جميل، بحجارتها، بعمارتها، بكل موقع فيها هناك تراث جميل نحاول إحياءه ضمن هذه الحفلات ليعلم الشباب ماذا كانت عليه مدينة حلب سابقا وما ستكون عليه بالقادم من الأيام إن شاء الله ستكون أجمل وأفضل. اشتقنا هالأيام الرمضانية يلي دائما تجمع الناس من جميع أطيافها بمدينة حلب من مسيحيين ومسلمين. نحن وقت اللي كنا عم ندخل على خان الوزير شفنا الهلال والصليب على رأس الباب، فهيدا دليل واضح أنه قديش شعبنا متعانق مع بعضه. مزجنا في هذه الأيام التراث بالآثار، من خلال وجودنا سنقدم من خلال كورالنا، كورال حلب الوطني، مجموعة من الموشحات، مجموعة من القدود الحلبية، مجموعة من الابتهالات الدينية مع المولوية، وقد زينا هذه الفقرات بفقرات شعرية تعبر عن الحالة الثقافية بحلب. رح نقدم وصلات من الموشحات، طبعا طعمناهم بشوية فيروزيات يعني حتى يصير الجو، وعندنا وصلة تراثية هي الحقيقة لا يكاد أي مكان من حلب يخلو منها، وصلة المولوية، هالرقصة الدينية الرائعة الصوفية اللي رح نشوفها إن شاء الله اليوم، رح نشوفها بإذن الله. تضمنت الفعالية عرضا موسيقيا قدمه كورال حلب الوطني التابع للجمعية العربية للفنون والآداب، قدم فيها الكورال موشحات دينية وترانيم ولوحات فنية من التراث السوري والوطني أمتعت الحضور. أكيد مو جديد على حلب، مدينة الإرادة والتصميم، فالحقيقة بصير كتير أجواء حلوة و الناس بدها تنبسط، بدها تعيش، يعني بدها تعبر عن فرحها بأي طريقة. ما كنا نقعد الأعداد هي كلياتها، كنا محرومينها. هلأ الحمد لله رب العالمين، يعني العالم كلها عم تطلع وبتتمشى وبتروح وبتيجي. حالياً عم بطلع إنه في شيء أنا ماني شايفه لهلأ بحلب، يعني أنا ابن حلب وهلأ عم شوفه بهالفترة هي، يعني آبد من أوابد الجمال والحضارة والتاريخ، نحن قاعدين هلأ بقلبه. في أحلى من ليالي حلب، لنعيد على كل أهل الوطن وسيد الوطن أولاً،
ونترحم على الشهداء. العيد قرب إن شاء الله بكون عيد خير وسلام ونصر لبلدنا. يا اللي حلب حلوة ومبسوطين كتير وسهرات حلوة وخان الوزير بياخد العقل. النصر والفوز على الإرهابيين ودحر الإرهابيين بمدينة إدلب بأسرع وقت عشان تعمل الفرحة وتكون الفرحة فرحتين، فرحة النصر وفرحة للجيش العربي السوري. مبسوطة لأنه رجعت حلب مثل ما هي. أنا أول مرة بيجي لهوني، الجو كتير حلو، أهم شيء أنه القاعدة بالهواء الطلق والشعب والعالم مبسوطة ومرتاحة. تأتي أهمية هذا المهرجان لتسليط الضوء على المواقع التراثية والتاريخية في مدينة حلب، وليترجم انتصار السلام والتآخي وإرادة الحياة على الحرب والفكر التكفيري بالمدينة. أكيد ليا وصلنا لفقرتنا الأخيرة، ودائما عم نحاول نخص الأطفال واليافعين بكم كتير كبير، إن كان من الناحية الثقافية وناحية التسلية والمرح. تحديدا اليوم رح نحكي عن مهرجان ليالي الساطعة يلي بخص الأطفال واليافعين في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. أدي عم بحاول هذا المهرجان يقدم كم كتير كبير من التسلية المرح الوعي والفائدة بنفس الوقت. الفعالية يا فرح بتهدف لإيصال المبادئ والتعاليم السليمة للأطفال عن طريق الألعاب يلي بيشرف عليها مختصين نفسيين وتربويين أيضا، كما بيضم المهرجان العديد من البرامج الهادفة الموجهة للأهل المرافقين لأطفالهم، ومنها عروض مسرحية وفقرات الحكوات والشعر والإنشاد أيضا، وأيضا في مسابقات وجوائز عديدة. حتى نحكي أكثر عن الفعالية بدنا نرحب بمسؤول العلاقات في مؤسسة مهاد للأعلام والفنون السيد فتحي نظام. أهلا وسهلا فيك. ومن إيران أهلا وسهلا. ومن إيران أيضا ضيفنا حنيف خير الأمور المدير التنفيذي لمهرجان الليالي الساطعة. أهلا وسهلا. أهلا. رمضان كريم. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين جميعا. رمضان كريم ينعاد عليكم واهلا وسهلا فيكم. يعني قبل ما نحكي عن التفاصيل عن الليالي الساطعة عن هذا المهرجان المميز، بدنا نحكي بالاول ناخذ لمحه عن مؤسسه مهاد للاعلام والفنون، نعرف اكثر من حضرتك شو هي هي المؤسسه ولمين بتتجه. تمام. بدايه صباح الخير لكم وللساده المشاهدين، كل عام وانتم بخير. رح نحكي بدايه عن مؤسسه مهاد قبل ما ننتقل للحديث عن مهرجان ليالي الساطعة. مؤسسة مهاد هي مؤسسة سورية إعلامية فنية عمرها 3 سنوات موجودة بسوريا، وبنفس الوقت نحن في معنا شركاء إيرانيين. يعني خلال 3 سنين من وجودنا نحن بسوريا اشتغلنا بالعديد من المجالات الفنية والإعلامية. المجال الأول هو مجال السينما، إن كان السينما بنوعيها هي السينما الروائية والسينما الوثائقية. ركزنا أكثر على السينما الوثائقية لأنه يعني نحن بسوريا ما شاء الله موضوع الدراما يعني أخذ مجده مثل ما بيقولوا، ولكن في عنا شوية فينا نسميه ضعف، فينا نسميه يعني تقصير نوعا ما بموضوع المجال الوثائقي. أنتجنا خلال 3 سنوات تقريبا ما يعادل 70 فيلم وثائقي بين قصير ومتوسط وطويل بموضوعات مختلفة، عن الأمل، عن الحياة، عن الحرب، عن الشهداء، عن الشيء اللي نحن عشناه بسوريا. غير موضوع السينما نحن نهتم أيضا بموضوع التصاميم، يعني موضوع الجرافيك، موضوع الموشن جرافيك، موضوع الانيميشن. أنتجنا العديد من مواد الموشن جرافيك الموجودة اللي كمان لها علاقة بعدة موضوعات عن سوريا وعن الأزمة السورية. أيضا يعني أنا بدي أركز على نقطة كتير مهمة. نحن بمؤسستنا مؤسسة مهاد هي مؤسسة إعلامية فنية تخصصية. موضوع كلمة تخصصية بتدل على الهدف الأساسي للمؤسسة تبعنا، أنه نحن في عنا بسوريا طاقات كتير كبيرة من الشباب يلي عندهم مجموعة كتير كبيرة من الخبرات، ولكن هدول الشباب ما لقوا حدا يحضنهم، ما لقوا حدا يتبناهم. فنحن أحد الأهداف الأساسية لوجودنا بسوريا هو البحث عن هدول الشباب، وبنفس الوقت نشوف هاي الطاقات الموجودة عندهم ونسخرها لحتى يصيروا هدول الشباب هنين عبارة عن شباب منتجين. لهيك نحن توجهنا لموضوع تاني له علاقة بالدورات التعليمية. عملنا بعض الدورات التعليمية بمدينة حلب، دورة صناعة الأفلام الوثائقية التخصصية، شارك فيها تقريبا شيء 20 شاب وصبية. هلأ النقطة اللافتة بهي الدورة هي أنه آخر شيء بنهاية الدورة كل المشاركين بالدورة حتما لازم ينتجوا فيلم وثائقي.
ف يعني هي مختلفة عن بعض الدورات اللي بتصير اللي بيتعلم فيها الشخص هو عبارة عن شيء نظري ما بيطبق العملي. أحد الشروط الأساسية إنه يكون في شيء عملي. وبنفس الوقت هاي الدورات كررت بمدينة دمشق ويعني والحمد لله وصلنا لنتيجة إنه قدرنا نحصل على 20 فيلم وثائقي من الشباب الموجودين. هلا أحد الفعاليات اللي كمان نهتم فيها لحتى ندخل على ليالي الساطعة طولت عليكم هو موضوع الفعاليات الميدانية. الفعاليات الميدانية عملنا كتير من الفعاليات الميدانية منها مثلا مهرجان انتصار مدينة حلب بالسنة الأولى، منها فعاليات كمان عرض مجموعة من الأفلام بالفضاء المحيط. أحد الأمور اللي نحن عملناها هلأ واللي هلأ عم نعملها هو مهرجان ليالي الساطعة الموجود بمنطقة السيدة زينب. هلأ بظن السيد حنيف سيد فتحي نحن بدنا نعزبك لحتى تكون معنا كمترجم أيضا للسيد حنيف خير الأمور المدير التنفيذي لمهرجان ليالي الساطعة. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. عليكم السلام. وعليكم السلام، رمضان كريم. سلامات. نعم، خلينا نحكي عن أهمية إقامة ليالي الساطعة وشو بتتضمن مثل هيك فعالية وليش توجهنا بالخصوص إلى الأطفال يعني اللي هن رمز لمستقبل سوريا القادم. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه لیلی الساطعة 3 سالی هست که در کشور سوریه در ماه رمضان داره برگزار میشه. مهرجان لیلی الساطعة هو يقام للسنة الثالثة على التوالي في سوريا بأكثر من منطقة بسوريا. و دلیل اسم لیلی الساطعة به خاطر شبهای ماه رمضان هست. نحن اخترنا اسم لیلی الساطعة لحتى يكون في تناسب مع الليالي الرمضانية اللي نحن منعيشها بشهر رمضان مبارك. در حال حاضر که ما در کشور سوریه حضور داریم جنگی اتفاق افتاده و مردم درگیر جنگ هستند، ولی اینجا نیاز هست برای بچه ها ما برنامه های ویژه‌ای بگیریم و تفاوت و حضورمون رو متفاوت کنیم براشون. حالا نحن موجودین به سوریه که اشقاء ایرانیین، يعني سوريا تعرضت ل يعني حرب وبنفس الوقت الفئة اللي تأذت من هاي الحرب هي فئة الأطفال واليافعين. فنحن بهذا المبدأ أولينا عناية خاصة بالأطفال واليافعين لحتى نعوضهم عن الشيء اللي خسروا بهاي الحرب اللي عشناها نحن بسوريا. در کنار اتفاقات فرهنگی که در داخل سوریه میفته ما زمینه رو فراهم کردیم که این پیوند فرهنگی بین مردم سوریه و مردم ایران رخ بده. هلا كمان يعني نحن كشعب ايراني بننظر للشعب السوري انه شعب شقيق، فحتما هذا هي العلاقه الثقافيه بين الشعبين نحن حريصين انه تكون اقوى ما يمكن، يعني وخصوصا كمان موضوع الاطفال هو موضوع كثير مهم بالنسبه للامور الثقافيه. برنامه لیلی الساطعة ایونت یا یه مهرجان نیست، زمینه رو فراهم میکنه که مردم خود سوریه و بچه های سوریه بتونن درش حضور پیدا کنن. یعنی ما یه بستری رو فراهم میکنیم که تبادل فرهنگی در داخل این برنامه اتفاق بیفته. ابزارها رو ما آماده میکنیم براشون، زمینه ها رو ما فراهم میکنیم و اونها میان از با توانمندی و پتانسیل خودشون و با گروه های خودشون از این برنامه استفاده میکنن. هلا المیزه الموجوده باللیالی الساطعه انه هي عباره عن عمل مشترك بين الايرانيين وبين السوريين، يعني مو نحن اللي عم ننفذ هذا العمل، نحن ممكن عم نجيب التجهيزات من مكان مثلا من ايران، وبالتعاون مع المجموعات والفرق والمتطوعين الموجودين بسوريا هن اللي عم يشتغلوا هذا العمل بايدهم. فهذا الشيء عم يكون عباره عن تبادل خبرات بين الطرفين، يعني مو بس انه جهه واحده عم تشتغل، لا السوريين كمان عم يشتغلوا ويساعدونا بهذا المجال. ما تو این برنامه با استفاده از ابزارهای بازی، مقاومت، پیروزی و سازندگی رو به بچه‌ها آموزش میدیم و این زمینه رو براشون فراهم میکنیم. هلا الالعاب اللي نحن اخترناها للاطفال واليافعين هي العاب مختلفه عن الالعاب العاديه اللي نحن ممكن نشوفها باي محل. نحن استوحينا هاي الالعاب من الجو السوري اللي نحن عايشينه، يعني في العاب لها علاقه بالمقاومه، لها علاقه مثلا بالصمود، لها علاقه بالتعاون، لها علاقه بالتحدي. فهي المبادئ اللي لازم الاطفال السوريين يتعلموها، فنحن ضمناها ضمن هاي الالعاب اللي نحن عم حطيناها بالمهرجان. در کنارش ما استیجی رو فراهم میکنیم که خانواده ها هم در کنار بچه ها حضور داشته باشن و بتونن از این فضا استفاده کنن. پیوند خانواده ها فرزندان رو در یک مکان و در یک جا همزمان ایجاد بکنیم. حالا بنفس الوقت نحن یعنی ما اخذنا بس الاطفال واليافعين بعين الاعتبار، كمان الاهالي اللي بدهم يجوا مرافقين لاطفالهم
كمان هيئنا لهم مسرح ستيج خاص، وبنفس الوقت في مجموعة كتير كبيرة من الكراسي لحتى يجوا ويتابعوا هاي الفعاليات الموجودة على المسرح، إن كان شعر إن كان مسابقات إن كان فعاليات حكواتي مثل ما تفضلتي. فكتير شيء يعني هو عبارة عن شيء متكامل للأطفال واليافعين وبنفس الوقت للأهالي الموجودين ما توی برنامه که در منطقه سید زینب داریم برگزار میکنیم از سه تا ابزار اصلی استفاده کردیم، یعنی سه بخش داریم، سه تا سن مختلف. هلا بالنسبة للألعاب اللي نحن استعملناها بمهرجان ليالي الساطع، يعني نحن قسمناها لثلاث أقسام رئيسية. هلا هي الأقسام هي حسب الفئة العمرية للأطفال واليافعين. ما از کشتی استفاده کردیم، یک سرزمینی برای بچه‌ها و خردسالان که کشتی هست و بچه‌ها سوار این کشتی میشن و حس میکنن که دارن سفری رو انجام میدن. حالا نحن استفدنا للاطفال الصغار بنيران سفينه لحتى يركبوا فيها لهي السفينه ويشعروا انه هن عم ينتقلوا من مكان لاخر. و بعد وارد سرزمین بازیشون میشن، از استخر توپ استفاده میکنن، از ساحل شنی که براشون درست کردیم استفاده میکنن و از یک سری از سازه هایی که میتونن با مگنت و آهن رو باش کار بکنن. هلا کمان نفس الشيء بعد ما ينزلوا من هي السفينه كمان بيروحوا على مكان وبيوصلوا على الشاطئ، انه هن كانوا بحاله يعني غير مستقرين تمام، ووصلوا لمرحله هو بر الامان، وبنفس الوقت بينزلوا بيلعبوا بمجموعه من الالعاب المختلفه. تو این فضا ما براشون قصه میگیم و با قصه هایی که براشون تعریف میکنیم میگیم که شما باید مقاومت کنید. درسته یه باد و طوفانی اومده و شهر رو به هم ریخته، اما دوباره میشه شهر رو ساخت و دوباره میتونیم مزرعه‌مون رو بسازیم. حالا بعد ما ينزلوا نحن بنحكي لهم قصص عن يعني انه انتم هي الحاله اللي كنتوا فيها هي الحاله غير مستقره، لازم انتم تكونوا يعني تساهموا ببناء الوطن، اعاده بناء الوطن مره ثانيه، ولازم تستقروا ولازم تعيشوا، يعني لازم ترجعوا تعملوا إعادة أعمار للشيء اللي يعني هي المفاهيم تنقل إلى الأطفال عن طريق الألعاب. تجربة. تمام. نعم. بچه‌هایی که سنشون از 8 سال تا 12 سال هست سوار قطار میشن. هلا الأطفال الأكبر منهم سنان بيكون في قطار موجود كمان خاص ل. يه بليت تهيئة ميكونن اسمشون رو مينویسن و وارد قطار میشن. كمان في يعني بيكتبوا أسماءهم مجموعة من تسجيل الأسماء وكمان بياخدوا بطاقة لحتى يشاركوا بهي الفعالية. و با قصه‌ای که در مورد اتفاقات سرزمین قطارشون میشن و اونجا شروع میکنن به بازسازی کردن، به تعامل کردن. و بنفس الوقت هنن بيدخلوا على مناطق هي مدمرة، فاللعبة اللي حتكون لهم انه هي اعادة اعمار هي المناطق المدمرة. استاذ فتحي نحن رح نكمل حديثنا بشكل مفصل اكثر، لكن هلا صار الوقت لحتى ننتقل الى غرفة الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية. يسعد صباحك فرح وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. قال مصدر رسمي في الخارجية إن سوريا ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في شؤون سوريا. وأضاف المصدر إن سوريا تعتبر أن ما ورد في هذا البيان يمثل بعينه تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية، وإن سوريا تؤكد أن الوجود الإيراني فيها مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن سوريا الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهلنا الصامدين في الجولان العربي السوري المحتل، ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة. وشهدت دمشق وعواصم عربية وإسلامية مسيرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي ودعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين، ودعا المشاركون إلى الوقوف صفا واحدا حول القضية الفلسطينية المحورية للعالم الإسلامي.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سوريا تجاوزت ما كان يخطط لها وستستعيد قوتها ومكانتها من موقع الشجاعة والصلابة في محور المقاومة. وفي كلمة له خلال مهرجان يوم القدس العالمي، شدد السيد حسن نصر الله على أن مواجهة صفقة القرن واجب ديني وأخلاقي وقومي وسياسي، لأنها صفقة الباطل وتضييع الحقوق والمقدسات. ولفت السيد نصر الله إلى أن أي عدوان إسرائيلي على أي هدف للمقاومة في لبنان سيرد عليه بقوة وبشكل مباشر، مشيرا إلى أن المقاومة لديها صواريخ دقيقة وكافية لتغير المعادلات ووجه المنطقة. في خبرنا الأخير، وصل قداسة البطرياك أريانوس بطرياك الصربي إلى سوريا على رأس وفد كنسي يضم مطارنا وشمامسة، وذلك عبر معبر جديدة يابوس. وتضمنت زيارة البطرياك أريانوس عددا من الفعاليات، منها استقبال في الكاتدرائية المريمية بدمشق وصلاة شكر، إضافة إلى جولة في دمشق. وسيقام قداس إلهي في كنيسة الصليب، وزيارة لعدد من المواقع الدينية في معلولة بريف دمشق وحمص وطرطوس. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك فرح. حضرتك يعني كده عم نحكي عن نوعية ومستوى الألعاب، قد ايه عم تجمع اليوم بين مستوى الوعي والترفيه بنفس الوقت، عم نشد الأهالي وبس الأطفال واليافعين. إذا بدنا نحكي عن مستوى وآلية العمل بهي الألعاب وهذا المهرجان، في ناس متخصصة درست يمكن هي الألعاب وآلية عملها، إن كانت حتى إيرانية أو حتى سورية. تماما. هلا النقطة المهمة اللي حكينا أشرنا إليها بالبداية، إنه هي الألعاب الموجودة بمهرجان ليالي الساطع هي مختلفة عن الألعاب العادية اللي نحن بنشوفها ممكن بأي مدينة ملاهي تانية. هلا بشكل عادي بفوت لنفرض الطفل على مدينة الملاهي بيلعب بينبسط بيطلع إنه هو فرحان، ولكن إذا بتسأل يا ترى هل هو استفاد من هاي اللعبة اللي لعبها ولا لا، عبارة عن إنه هو أمضى وقت ممتع، ركب لنفرض بشيء معين وطلع هو مبسوط. لا، نحن جمعنا ضمن هذا المهرجان بين أمرين، هو المتعة والفائدة. فلما بده يدخل الطفل على أي لعبة فهو رح يجمع بين الأمرين مثل ما حكينا، رح يطلع هو مستفيد. ولكن هلا في نقطة كمان دقيقة إذا بنركز عليها، هلا في طريقتين بالتعليم، في تعليم مباشر، يعني أنا ممكن أجيب مجموعة من الأطفال وقاعد أعمل لهم درس وأقول لهم فرضا التعاون جيد، الصدق جيد، الأمانة جيدة. هي الطريقة هي طريقة عادية يمكن ما تعطي نتيجة 100%، ولكن إذا أنا وصلت له هدول المبادئ عن طريق اللعب فهو حيتشرب هاي المبادئ بلا شعور، لح يشعر إنه هاي اللعبة اللي بحاجة لأطفال متعاونين مع بعضهم، لح يحس بأهمية مبدأ التعاون، وبنفس الوقت لح ينبسط إنه هو تعاون لحتى وصل لهدفه، تعاون لحتى انتصر على عدوه، تعاون لحتى أو لنفرض مثلا ضحى إنه أنا بدي أبذل جهد لحتى فرضا رفيقي يربح. فهدول المبادئ السليمة لما نجمع بيناتهم، يعني لما نعلمهم لأطفالنا من خلال اللعب، فنحن منكون عم نجمع بين أمرين كتير مهمين، هن المتعة والفائدة بنفس الوقت. هلأ موضوع كمان، يعني حتى ما نكون إنه بس نحن عن الأطفال واليافعين، كمان الأهالي يعني السوريين عانوا كتير بهاي الحرب اللي صارت على سوريا خلال 7 أو 8 سنوات، فمن حقهم، يعني أنا الأوان إنه يشاركوا بهاي المهرجانات، يشاركوا أولادهم الفرحة. نحن عملنا استطلاعات رأي كتير عن الأهالي الموجودين بالمهرجان، فكلهم قالوا إنه نحن صراحة بحاجة لهذا المهرجان، بحاجة لهذا المتنفس لحتى نقدر نعيش هاي الفرحة، أولادنا ينبسطوا. فيعني قدرنا بهي الحالة نجمع بين متعة الأطفال وفائدتهم وبين سعادة الأهالي كمان الموجودين. نعم، مشاركونا. نحن بالختام بدنا نتوجه بسؤال للسيد حنيف خير الأمور، بالختام كلمة بحب يوجهها لكل حدا شارك بليالي الساطعة، وإن شاء الله بإذن الله رح نشوف في ليالي ساطعة 4 بما أنه نحن عايشين الثالثة إن شاء الله. Bir şeyler yapmak bir gün.
خصوصاً در ولی خود در ولی صافیه و کسانی که شرکت کردن و نصر داشتن در این برنامه که انشاءالله مثلا در آینده انشاءالله این اتفاق ادامه خواهد داشت. انشاءالله برنامه لیلی و ساطعه زمینه ای باشه که این پیوند فرهنگی ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم ارتباط بین مردم سوریه و مردم ایران رو با این جور اتفاقات ادامه بدیم. هلا نحن بنامل انشاءالله انه بالمستقبل كمان انه هاي الفعاليه تستمر اكثر واكثر ونقدر نحقق هذا التواصل الثقافي اذا فينا نسميه بين الشعبين السوري والايراني. کودکان و بچه‌ها و نوجوانان آینده سازان این کشور هستند. هلا الاطفال واليافعين الموجودين بسوريا حتما هن صناع المستقبل لسوريا. و اگر ما بتونیم با اونها تعامل کنیم و ارتباط بگیریم انشاءالله در آینده خیلی نزدیک سوریه دوباره بازسازی میشه و به اون قدرت اصلی خودش برمیگرده. و حتما اذا نحن قدرنا نتعامل مع الاطفال السوريين بشكل صحيح فلح نقدر نكون مطمئنين للمستقبل اللي نحن بدنا نشوفه اللي هو سيبنى يعني على ايدي هؤلاء الاطفال. قدرت سوریه قدرت ایران هست. هلا قدرت سوریا هي من قدرت ایران. و پیوند بین ایران و سوریه انشاءالله هیچ وقت از هم گسسته نمیشه. وحتما ان شاء الله رب العالمين هاي العلاقه بين الشعبين السوري والايراني رح تكون مستمره وما رح تنقطع نهائيا بالمستقبل. انا اذا بتسمحوا لي كمان كلمه صغيره يعني نحن يعني طلعنا هلا كعلاقات عامه والى اخره نحن شغلنا بنحكي يعني بنحكي كثير وبنعرف على البرامج ولكن في جنود مجهولين كانوا عم يشتغلوا على الارض لانه هذا المهرجان صراحه اخذ كثير وقت للتحضير. فانا بدي اتوجه بالشكر لكل مين ساعدنا كل مين وقف معنا كل مين اشتغل لكمان المجموعات الكشافه الموجوده بمنطقه السيده زينب كمان اشتغلت معنا. فبشكركم كمان جزيل الشكر على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم. بدنا نقول لكم شكرا كثير، شكرا على هي اللفته الحلوه يلي عم بتقدموها دائما وعلى عهد الوعي. اليوم تبادل الثقافي امر كثير مهم، بنسعى دائما انه نحن كمان نرفع بسويه ومستوى اطفالنا الثقافي الفكري وغيره. شكرا كثير لكم، بتمنى لك اقامه مميزه بسوريا. شكرا. شكرا 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 واكيد تحيه لكل الفريق يلي عم يشتغل يمكن من اجل الطفل والطفوله ومن اجل سوريا خاصه. شكرا كثير، شرفتونا وينعاد عليكم يا رب. كل عام وانتم بخير. شكرا بخير. شكرا لهون فرح منكم، وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى يا رب بقية نهار كله خير كله محبة وأرزاق كتيرة وتوفيقات كتيرة لكل الناس ولكل العالم. وشكرا لك يا فرح. أكيد بدي أقول لك شكرا كمان، أتمنى لك بقية نهار كتير ممتع. شكراً. بدي أقول شكرا لكل مين تابعنا اليوم وحضر الحلقة قدر يستفيد ويحصل على المعلومات يلي بتفيده. تابعونا بكرة بتمام الساعة 10 مواضيع جداد وضيوف جداد. باي باي. بدنا نقول شكرا فرح لمطعم قصر اللؤلؤ على الاستضافة يلي عم يستضيفنا فيها خلال ايام شهر رمضان المبارك بصباحاتنا. باي باي.